انتي تعرفيها فوزية؟ طبعا اعرفهم من النادي، بس يجي لحد عندي ويفرمل. اشمعنى؟ عشان صاحب اخوي. وده ايه فادي الغراميات دي كلها؟ الغريبة بقى انه ناجح في شغله كمان. اهلا 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 انت حلوتي كده ليه؟ الله. وصل المذكور. مين؟ الباشمهندس احمد ابو فلانتين. هو ده؟ اهلا فوزي. اهلا يا احمد، يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. احمد رجب هيام، تشرفنا. سعيد جدا، متهيألي تقابلنا قبل كده. افندم وشك مش غريب عليا، لكن مش فاكره. انا فاكر، اتقابلنا في شارع 15. مش معقول. نحن هنا. ايه الحكاية؟ الحكاية بسيطة، كنت ماشية في الشارع وبعدين جت عربية كانت حدوسني، نزل لسايقها واعتذرت له عشان انا اللي كنت غلطانة وسبته ومشيت. ادي الحكاية. طب واحمد دخله ايه في الحكاية دي؟ هو اللي كان سائق العربية. كان عندي احساس اني اشوف التاني. افندم انا نسيت الحكاية دي خالص. انا لا. افندم انا ما نسيتش، كنت مستني اللحظة اللي يسعدني الحظ فيها واشوف التاني. انا لازم اروح. مستعجلة ليه يا هيام؟ هو احنا لسه قاعدة مع بعض. وقت تاني يا فوزية، سعيدة عليكم. احمد خلاص فرش للحب الجديد. لا يا عنايات، هيام مستاهل. احمد رجب وقع في مطب المرة دي. تسمحي لي اوصلك؟ متشكره يا فندم. لا يا علي. افندم. يا فندم انت ليه بتعملين المعامله دي؟ ارجوك تتفضل. انا كل قصدي اونسك، ما تبكيش لوحدك. وبعدين معاك. قولي لي اشوفك امتى وانا اتفضل. طب مش هقول لك. تبقي مش عاوزاني اتفضل؟ يوه. على العموم انا مش موجود في النادي بكره الساعه 4. ارجوك ما تخلينيش اندم على اني اتكلمت معاك. انا ما قلتش حاجه تخليك تندمي. كفايه انك انت حاول تاخد مني ميعاد عشان اقابلك. دي مش جريمه. جايز، بس بينتي انك انت واخد عني فكره وحشه. اسف. اسف اذا كنت خدت كلامي بمعنى تاني. اسف جدا. مع السلامه.